السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب يوم القيامة. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى جاءه الموت. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلاة ترضى بها عنا يوم أن نلقاك. اللهم أوردنا حوضه واسقنا منه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها حتى ندخل الجنة. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، أحبتي في الله، أسأل الله العلي القدير أن يتقبل مني ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان. اللهم اجعلنا ممن صامه حق صيامه وقامه حق قيامه وخرجته منه وقد غفرت له ذنبه وسترت عيبه وقبلت دعاءه بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين، واجعلنا في يومنا هذا من الفائزين. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. أما بعد، أيها الجمع الكريم، وماذا بعد رمضان؟ ذلكم هو حديثنا اليوم. وماذا بعد هذه الطاعات؟ وماذا بعد الصيام والقيام والذكر والدعاء؟ وماذا بعد صلة الأرحام
وغض البصر وحفظ اللسان وأوراد الليل وأذكار النهار. وماذا بعد صلاة الفجر في جماعة، وبعد صلاة التراويح، وبعد صلاة التهجد؟ وماذا بعد الصدقات اليومية المتواصلة بالليل وبالنهار؟ وماذا بعد حسن الخلق؟ وماذا بعد صلة الأرحام؟ وماذا بعد مساعدة الناس؟ ماذا بعد هذا الخير؟ لا يعقب هذا الخير إلا شيء واحد نحتاجه، هو الاستمرار عليه، هو الاستمرار على هذا الخير، هو المحافظة على هذه التركة الإيمانية التي زرعتها أنت بيدك ولم تأخذها عن غيرك، والتي وفقك الله تبارك وتعالى إليها. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أيها الإخوة، إن رمضان أنظر إليه أنه قفزة إيمانية علوية تجاه الملأ الأعلى، هكذا أرى رمضان هو عبارة عن قفزة إيمانية علوية تجاه الملأ الأعلى، قفزة قراءة قرآن وأذكار وتسابيح واستغفار وصلاة في جماعة وصدقات وإنفاق وصلة أرحام وحفظ اللسان وغض البصر وفعل الخيرات، كنا نسبح في الملأ الأعلى. رمضان هو قفزة إيمانية، ولكن أخي الحبيب، هذه المكتسبات التراكمية، خد بالك من المصطلح نفسه، مكتسبات، أنت اكتسبت شيئا تراكمية، يعني شيء فوق شيء فوق شيء أصبح عندك تركة عظيمة اسمها مكتسبات تراكمية، لابد من الحفاظ عليها، ولا يجب أبدا ولا يجوز بحال أن تكون عبارة عن قفزة مؤقتة ثم نعود مكان أن كنا. يبقى بسموها عبادات نوبية، يعني ارتفعنا في العبادة في رمضان ثم نرجع أدرجنا بعد رمضان. تخيل أنت لو أن أحد الناس يمشي 10 خطوات إلى الأمام مثال، ثم يعود للخلف 10 خطوات، ثم يمشي 10 خطوات، ثم يعود 10 خطوات، كم خطوة قطع؟ ولم يمشي، لم يمشي ولا خطوة. هو بعد أن يمشي 10 خطوات يقول أنا أنجزت، لقد حققت اليوم إنجازا، مشيت 10 خطوات إلى الأمام، مشيت 10 مايل إلى الأمام. ثم بعد أن يتجاوز 10 مايل في اليوم الثاني يعود باك 10 مايل، هو لا يمشي، هو يمشي في مكانه لا يتحرك. كذلك هو حال المسلم الذي يرتقي في العبادة في رمضان ثم يعود إلى الخلف بعد رمضان ولا يتقدم. فبعد أن انتهى رمضان خلاص تركت صلاة الفجر وتركت صلاة التراويح وتركت التسبيح وترك الاستغفار، وانتهينا من الصيام وأغلق المصحف ووضع في مكتبته وانتهى كل شيء، هذا يعود إلى ما كان عليه قبل رمضان. هذه عبادة موسمية، لا، رمضان كما قلت ونحن في رمضان هو بداية، هو بداية وليس النهاية. فرمضان هو مكتسبات إيمانية تراكمية ينبغي أن تكون هي البداية التي نتحرك منها إلى الله تبارك وتعالى. فلنحافظ على أول نقطة، صلاة الفجر وصلاة العشاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. بل صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح، ولم يقل في جماعة، من صلى الصبح فهو في ذمة الله تبارك وتعالى. اللي صلى الصبح فهو فيه، فهو في ذمة الله تبارك وتعالى. هذا مكتسب اكتسبناه في رمضان، كانت صلاتك في بيتك، كانت صلاتك في عملك، كانت صلاتك في المسجد، فلتحافظ عليها بقدر استطاعتك إلى ذلك سبيلا. مكتسبات إيمانية ارتقينا فيها إلى الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن تحافظ عليها بعد رمضان، لأنه من علامة قبول العمل في رمضان، ومن علامة أن الله استجاب دعاءك وحقق غايتك، أن تستمر على نفس العمل بعد رمضان، وإن كان بنسبة أقل فذلك مقبول، وإن كان الإنسان عنده فترة بعد رمضان نعم فذلك مقبول. وقد صح من الحديث الذي ذكرناه عن سيدنا حنظلة عندما
شعر في نفسه تقصيرا فقال نافق حنظلة وذهب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنهما عن أبي بكر وعن حنظلة فهو يبكي فقال أبو بكر لحنظلة ما يبكيك؟ قال يا أبا بكر نافق حنظلة أنا أستشعر النفاق. قال ولما؟ النفاق صفة سيئة جنبني الله وإياكم إياها. قال ولما؟ قال نكون عند رسول الله على أحسن حال، نسمع القرآن ونسمع التنزيل كأن على رؤوسنا الطير، وانت في رمضان في صلاة التراويح في صلاة التهجد في الاعتكاف في الاستغفار في قراءة الأوراد، أنت في قمة الإيمان. فإذا ما تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانشغلنا بالدنيا بينقص الإيمان. نرجع خطوة للخلف، خطوة مش عشرة، يقبل خطوة، يقبل خطوتين أو ثلاث، لكن أكثر من ذلك فلا يقبل. قال فإذا تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعافسنا الأولاد والضيعات، يعني انشغلنا مع الزوجات ومع العقارات ومع الأعمال نسينا. فقال أبو بكر متواضعا وهو ليس كذلك، قال متواضعا أنا كذلك أشعر بما تشعر به، وحاشا للصديق أن يكون كذلك. فالصديق لو جمع إيمان الأمة في كفة وإيمانه في كفة لرجحت كفة أبي بكر. قال الصديق وأنا كذلك، ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له القول كما تعلمون، فقال لو ظللتم على هيئتكم عندي لصفحتكم الملائكة في طرقاتكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة لله خالصة وساعة لك في دنياك هي أيضا لله تبارك وتعالى إذا صحت النية. إذن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل عمل شرة وفترة، كل عمل له نشاط وله كسل، كل عمل له دفعة وقفزة قوية إلى الأمام، ثم هناك شيء من الارتخاء. حتى السيارة نفسك وانت على الهايوي لو مشيت على 80 لو مشيت على 90 لو مشيت على 70 مش هتظل ماشي على نفس السرعة، لازم يجي فترة تعمل ايه؟ منحدرات منحنيات فتهدي شوية كده ثم تستعيد قواك. ممكن تلاقي في ريست كده يعني إريا كده تريح شوية وتحط جهاز في السيارة وتاكل لقمة وتنام شوية وتكمل تاني، هذا جائز، هذا جائز في دنيانا وجائز كذلك في أخرانا. فيقبل شرعا ويقبل عقلا أن تسترخي بعض الشيء بعد رمضان، هذا مقبول، لكن لا تنم، ما تنامش. قال ابن القيم نم نم إن شئت على الطريق، عاوز تنام نم على الهايوي انت على نفس الطريق على جنب شوية كده ونام حتى يوقظك من يأتي خلفك، لكن لو نزلت تحت كده ونمت ما حدش هيصحيك. فإذا أردت أن تكسل فاكسل شيئا قليلا أو افطر فترة قليلة حتى تستعيد نشاطك سرعة بعد رمضان. فرمضان كان قفزة إلى الأمام أيها الجمع الكريم، رمضان كان فرصة لغض البصر، لا شك لا أشك في ذلك أن الجميع كان يغض بصره في رمضان خوفا على صيامه خوفا على عباداته، الجميع كان يحفظ لسانه في رمضان، لأننا نعلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. وبعد رمضان نعود إلى إطلاق البصر، وبعد رمضان نعود إلى إطلاق اللسان، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا من حصاد ألسنتهم كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. إذن أنت تحافظ على هذه التركة. أقول مرة ثانية، رمضان كان قفزة تجاه الملأ الأعلى، فحذاري أخي الكريم أن تعقبها قفزة إلى الأرض. إياك والله بالله عليك تكسل، أوكي إحنا هنكسل، في رمضان كنا صائمين، إحنا النهاردة بنشرب مية، بالأمس كنا صائمين، اليوم نحن نأكل ونشرب، هذا مقبول شرعا، ولكن لا تكسل كسلا تاما. يجوز الإفطار عن الطعام والشراب، لكن لا يجوز الإفطار على بقية المحرمات. فمن امتنع عن المحرمات في رمضان فليمتنع عنها بعد رمضان، ومن حافظ على القربات في رمضان فليحافظ عليها بعد رمضان، ولتستمر العبادة ولتكن دائما قفزاتنا تجاه الملأ الأعلى. أقول مثالا، لو أننا ارتقينا إلى الله كل سنة شبرا، كل سنة شبر، إذن في 60 سنة 60 شبرا تجاه الله تبارك وتعالى، إذن أنت تسبح في ملكوت الله. لو كل سنة شبر، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، وحديث كثيرة
ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملئه. إذن يا إخوة، المطلوب أن تظل في الصعود ولو خطوات بسيطة قليلة، حتى لو خطوة خطوة، لكنك في طريق الله تبارك وتعالى. ولذلك ابن القيم لما ضرب لنا مثالا واقعيا لرجل، قال هناك رجل كان يمشي ويقول: لا يا خيوط الأرض، لا يا خيوط الأرض. بعد رمضان، الرجل بعد أن طلع من رمضان صيام وقيام واستغفار ونفقات وتسبيح ما شاء الله، وصلة أرحام بالتليفون من غير تليفون، وإكرام الناس ومساعدة المحتاجين والتوسع على الأهل والأقارب، كان خيرا كثيرا، الكل شارك في هذا لا شك. فالرجل بعد رمضان بفترة يمشي في الشارع ويقول: لا يا خيوط الأرض، لا يا خيوط الأرض. فابن القيم بيسأله، يقول له: ما معنى هذه الكلمة؟ ما معنى خيوط الأرض؟ فقال الرجل لابن القيم: لقد كنت في عبادات عالية، كنت في عبادة وفي طاعة وفي ذكر وفي قرب وأنس من الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك تأتيني الذنوب وتأتيني الشهوات. فإن العبد، بيعلمنا درس هذا الرجل، إن العبد إذا أذنب ذنباً واحداً ربط في الأرض بخيط رفيع. تخيل المشهد، يعني أنا مثلاً بعد صلاة الجمعة خطبت الجمعة وطلعت، عدت واحدة في الشارع أنا نظرت لها نظرة، كنت في الجمعة في عبادة، هذه النظرة خيط ربط فيه ثيابي وربط في الأرض، خيط واحد، يعني تسنى مش بجديل، بس مشكلة يعني، أوكي مش مشكلة، خيط رفيع. بعدها اغتبت أخا لي غيبة صغيرة، ربطت في الأرض بخيط رفيع. بعدها ضيعت صلاة العصر حتى غروب الشمس، ربطت بخيط رفيع. بعدها تكاسلت عن كذا، بعدها لم أنفق نفقة، صليت العشاء في بيتي ولم أصليها في المسجد وأنا أستطيع، ربط في الأرض بخيط رفيع. خيط وخيط وخيط، أصبحت مجموعة خيوط، فإذا أردت أن تنهض بعدها للعبادة لا تستطيع. قال الله في سورة براءة: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. تثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فكل ذنب يربطك في الأرض بخيط رفيع. لذلك كان الرجل إذا أراد أن يذنب ذنبا يقول: لا يا خيوط الأرض. أنت ممكن بعد رمضان تقول: يعني الشيخ يعني مصعب الموضوع، يعني الحمد لله طلعنا من رمضان بخير كثير، مش مشكلة لو عملنا ذنب صغير. لا مشكلة وبيك ديل، لأن الخيط الرفيع مع خيط رفيع مع خيط رفيع أصبح حبلا سميكا مثل حبل السفينة لا يقطع. هذه خيوط الأرض التي تتساقل بالإنسان. لذلك كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديمة، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما سئلت عن عمل رسول الله، كيف كان عمل النبي؟ كان ديمة، يعني مستمر، لا يقفز قفزة عالية ثم يهبط، لا هو كان نبي مستريت مشي على طول صلى الله عليه وسلم، يرتفع قليلا ثم يكمل المسير ولا يهبط أبدا. حتى الناس لما سألوا عن عبادة النبي كأنهم تقالوها، أحدهم قال: هذه عبادة النبي؟ أنا أصوم ولا أفطر، كلكم عارفين الحديث. والآخر يقول: وأنا أصلي ولا أرقد. والآخر يقول: وأنا أعتزل النساء. لا يستطيع أحد أن يفعل هذا، فلا يستطيع إنسان أن يصوم الدهر كله، ولا يستطيع إنسان أن يصلي الليل كله، ولا يستطيع إنسان أن يعتزل النساء. هذه عبادات مرفوضة في الإسلام. الإسلام يخاطب العقل ويخاطب الفطرة ويخاطب الاستطاعة البشرية. هناك فرق ما بين المثالية والواقعية. الشيء المثالي مطلوب، لكن احنا في الحقيقة نعيش على الأرض ولا نسبح في السماء. أنا ابن آدم ولست ابن جبريل أو ميكائيل، أنا ابن آدم الذي أكل من الشجرة وعصى ربه بعد أن أصدر الأمر إليه، فأنا ابن آدم ولست ابن جبريل المعصوم، أو ابن ميكائيل الذي لا يذنب أبدا، أو ابن إسرافيل الذي يسبح من ساعة أن خلقه الله حتى الآن. ولكن مع اعترافي أنني ابن آدم، إلا أنني أجتهد ألا أهبط إلى الأرض أبدا، أريد أن أسمو بروحي، فإن الله خلقني من طين وخلقني من روح، نفخ في من روحه هو سبحانه وتعالى.
هذا المعنى لابد أن يكون عندنا إخوة بعد رمضان، حصلنا حصيلة كبيرة. ولذلك لما تسمع حديث النبي تفهم منها معنى طيب، ما هو؟ معنى الاستمرارية، معنى المحافظة على الطاعة بعد رمضان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر كله. لماذا؟ طب ما رمضان كويس، طب ما كان بالإمكان ربنا سبحانه وتعالى يخلي رمضان 36 يوم وخلاص، يعني يبقى الشهر كله 36 يوم، أو تأتي الفريضة من البداية صيام رمضان 30 يوم بلس 6 من شوال. لكن لماذا قسمها؟ لكي يعطينا معنى الاستمرارية في العبادة. قلت سابقا الخير لا يأتي في زمن واحد ولا في مكان واحد، فالخير في رمضان، ثم يأتي بعد ذلك في شوال، ثم يأتي بعد ذلك في ذو الحجة، ويأتي بعد ذلك يوم عرفة، وخير الصيام شهر الله المحرم، ثم هكذا الأيام تدور، الخير موزع على الأزمنة وعلى الأمكنة. فهذه رسالة لمن؟ رسالة لمن حافظ على الخير في رمضان، لا ترجع أدراجك منقلبا على عقبك بعد رمضان. يقبل التقصير ولا يقبل الانحدار ولا يقبل الانقلاب ولا يقبل النكوص والرجوع. إياك أخي الحبيب، النبي ورد لك الاستمرارية، من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كمن صام الدهر كله. نحافظ على صيام الستة من شوال، متفرقات متصلات حسب الاستطاعة. النبي قال لنا في الحديث الصحيح الذي يرويه أبو هريرة: أوصاني خليلي بثلاث. أبو هريرة يقول هذا: أوصاني خليلي بثلاث، بالمحافظة على ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام، أصلي الوتر قبل أن أنام. ما هذا؟ هذه الاستمرارية. صلاة الضحى، كلنا كنا بنصلي الضحى، حافظ على الضحى وانت في شغلك وانت في العمل بتاعك وانت في المحل وانت في أي مكان، بقدر الاستطاعة بعد شروق الشمس بربع ساعة بنصف ساعة ممتد حتى صلاة الظهر، صلي ركعتي الضحى، سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، 2 4 8 حسب الاستطاعة، وثلاثة أيام صيام من كل شهر اسمها الأيام الثلاثة القمرية، 13 من الشهور الهجرية، 14 و15 أيضا، المحافظة على صلاة الوتر قبل أن تنام. يا أخوانا هذه كلها سنن مطلوب أن تجتهد أنت فيها. هذا لمن؟ هذا لمن حصل خيرا كثيرا في رمضان، وهذا جانب كبير من الناس. وهناك جانب آخر، مين الجانب الآخر بقى؟ الذي قصر في رمضان. ممكن واحد يسمع الخطبة ويندم ويتألم ويقول في نفسه: الشيخ بيخاطب الناس اللي قرأت قرآن في رمضان، هو يخاطب من صام حق الصيام ومن قام حق القيام ومن غض بصره ومن صان لسانه ومن تصدق، أنا لم أفعل، أنا حرمت من خير كثير في رمضان. ألم أقل لكم حديث النبي: رمضان سوق قام ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. ألم أقل لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ويل لمن أدرك رمضان وخرج منه ولم يغفر له، لا يحرم من رمضان إلا محروم. ألم أقل لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما صعد المنبر ووقف 3 وقفات، الوقفة محل الشاهد، آمين آمين آمين، قال: ما آمين يا رسول الله؟ قال: أوقفني جبريل وقال: يا محمد، من أدرك رمضان وخرج منه ولم يغفر له فأبعده الله. فقلت: آمين. ممكن أخي بيسمع الخطبة الآن ويحزن ويتألم في نفسه ويقول: أنا ما فعلت هذا الخير، ما اغتنمت رمضان. وهذا جزء، شريحة كبيرة أيضا من الناس ضاع منهم رمضان فلم يغتنموه وندموا بعد رمضان، ماذا نقول لهم؟ خلاص كده بعد، يعني no more chance. لا 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 حبيبي، ده الخير موجود. أنت لا تعبد رمضان بالمناسبة، نحن لا نعبد الزمان ولا نعبد المكان، والله هكذا قال عمر الفاروق، والله بأكلم الحجر الأسود: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. نحن لا نعبد الأحجار ولا نعبد الأشجار، نحن لا نعبد الليل ولا النهار، أمال إيه؟
نحن نعبد الله تبارك وتعالى الواحد القهار، هو الذي قال لنا اجتهدوا في رمضان فنجتهد، صوموا في رمضان فنصوم، طوفوا حول الكعبة فنطوف، قبلوا الحجر فنقبل، ارجموا الحجر فنرجم، علمنا كده. ولذلك من رحمة الله علينا أنه وزع الخير، فمن لم يجتهد في رمضان بإمكانك أن تحصل بعد رمضان. لماذا؟ أو كيف؟ كيف؟ ما رمضان خلص، أنت تعبد رمضان ولا تعبد رب رمضان؟ من كان يعبد رمضان فإن رمضان قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. والله بإمكانك أن تحصل بعد رمضان أفضل من رمضان إن شاء الله، إذا صدقت النية وإذا خلصت النية وصح القصد والعزم إن شاء الله، الله تبارك وتعالى يتقبل منك، فتستدرك ما فاتك في رمضان بقراءة وعبادة وحسن خلق واجتهاد في طاعة وصدقات بعد رمضان. فإذا أحب الله عبدا استعمله، قالوا وما استعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه إلى عمل خير يقبضه عليه، أو كما قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فعودوا إلى ربكم فإنه أرحم الراحمين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. وبعد، في دقائق يا إخوة حتى نكون عمليين، الذين خرجوا من رمضان بهذا الجهد الكبير ينبغي أن يحافظوا على تركتهم، وينبغي أن يحسنوا الظن في مولاهم تبارك وتعالى أنه قد تقبل منهم، فتخرج من رمضان بسعادة بالغة، سعادة لا يشوبها كدر، ونعيم لا يشوبه عذاب، وفرحة لا يكدرها حزن. تخرج وأنت سعيد أن الله تبارك وتعالى وفقك إلى العبادة، وفقك إلى الطاعة، وأعانك على الخير، فاجتهدت في رمضان وأديت حق الله تبارك وتعالى ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وتنوي نية صادقة أن تظل على هذه القفزة العلوية فلا تنحدر إلى الأرض مرة ثانية، لأن الشيطان أقسم لربك، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، بل قال أكثر من هذا، لأحتنكن ذريته إلا قليلا. عارف يعني لأحتنكن دي في اللغة العربية؟ احنا نريد أن نقف بعض الوقت مع الألفاظ، يعني إيه أحتنكن؟ حتى الأخ يترجمها إزاي؟ أحتنكن دي، أحتنكن هذه مأخوذة من الحنك، والحنك هو الفم، عارف الحنك ده هو الفم، ده اسمه حنك. يحتنكن يعني يمسك بالحنك. طب يمسك بالحنك ازاي؟ عارفين اعزكم الله في بلادنا العربيات اللي يعلقوا يربطوا فيها الحصان او يربطوا فيها الحمار دي، ويحطوا للحصان حديده هنا في الفم في الحنك. الحنك لغه عربيه فصحى اسمه الحنك، حتى في علم التجويد اسمه الحنك الاعلى والحنك الاسفل. يحط حديده هنا للحصان كده عشان يتحكم في الحصان يمين او شمال، صح؟ من غير الحديده دي، الحديده هي الريموت اللي بيحرك بها الحصان، هي الباور، زي ما انت معاك الدريكسون، الحديده بيحرك ياخد يشد يمين، الحصان يروح يمين، شمال يروح شمال. اعتقد شفنا الحاجات دي، واحنا كلنا عشنا في بلادنا الفقيره، ربنا يحفظ بلادنا وبلاد العالم كله يا رب العالمين. فهذه الحديده التي في حنك هذا الحصان يتحكم فيها القائد، اعمل شد كده بريك، يقف يمين يمين شمال شمال. الشيطان لعنة الله عليه يقسم لربه انه هيخلينا بالنسبة له زي الحمير، اعزكم الله. قال له انا بقى هنركب عليهم وهنحط الحديد في حنكهم ونحركهم يمين وشمال، واقف وتحرك بمزاجي انا. مين اللي بيقول كده؟ ده مش كلامي بالمناسبة، مش تفسيري، ده كلام المفسرين. كما قلت نحن ننقل، نحن ننقل. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، والآية الثانية لأحتنكن ذريته، هيركب فوق ذرية آدم ويحتنكها. فقال الله تبارك وتعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، إلا ليمشي وراك والغاوبة، وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. نسأل الله السلامة، إن المتقين في جنات وعيون.
ربنا رزقنا إياكم الجنة. فالشيطان خلص الموضوع طالع من رمضان ومجهز الحنك حتى يحتنك ابني آدم. يبدأ بقى خلاص بقى صلاة فجر وخلاص الفجر خلصنا وكل يوم فجر رمضان خلص. هتيجي صلاة العشاء تاني في المسجد من رمضان خلص. والله بيعمل معنا كده أكل العيش. طب ما أنت في رمضان كلت عيش واشتغلت وأديت حق الله سبحانه وتعالى وتصدقت وأنفقت ورعيت أولادك وزوجتك ووصلت أرحامك وأديت عباداتك، إيه اللي بيحصل بعد رمضان؟ ما الفارق بعد رمضان؟ هو رب رمضان، هو رب شوال، رب بقية الشهور. كن ربانيا كما قال ابن القيم، كن ربانيا يعني خليك بتاع ربنا، ولا تكن رمضانيا. معنى ده معنى طيب نحفظوه، كن ربانيا. أنا بتاع ربنا مش بتاع رمضان. أنا سوف ألقى الله الله الذي سوف يحاسبني وليس رمضان، أن أعبد الله ولا أعبد رمضان. كن ربانيا ولا تكن رمضانيا. هذه معاني سريعة نريد قفزة إلى الله سبحانه وتعالى، ونختم حديثي قفزة إلى الله. ورجاء يا إخوة لا يعقبها قفزة سفلية تنحدر بنا. أسأل الله لي ولكم السلامة، ونريد المحافظة على هذه الطاعة. ومن لم يدرك في رمضان فبيدك أن تغتنم بعد رمضان الطاعات، 6 من شوال، 3 أيام من كل شهر، المحافظة على صلاة الضحى، المحافظة على صلاة الوتر، المحافظة على صلاة الفجر والعشاء. وأنا مركز على الفجر والعشاء لأن إحنا عندنا الظهر والعصر والمغرب في وقت العمل، والعمل عبادة. أنت شغال، مش هتيجي من منهاتن وفي وسط الشارع وتاخد تيكت عشان تصلي في المسجد. لا يا حبيبي، صلي في مكانك أو اجمع الصلاة أو ربنا يعينك ويقويك. لكن أنا بتكلم على صلاة آخر اليوم وصلاة بداية اليوم. تبدأ حياتك بجماعة وتختم يومك، تبدأ يومك بجماعة وتختم يومك بجماعة. هذه أعمال الخير، فلنحافظ ولنجتهد. من اغتنم في رمضان فليحافظ على التركة، ومن قصر في رمضان فليعوض بعد رمضان. وكن ربانيا ولا تكن رمضانيا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا، وفقنا اللهم لما تحب وترضى. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، وبلغنا بكرمك وجودك وفضلك رمضان القادم يا رب العالمين. لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مذنبا إلا غفرت له، ولا محتاجا إلا أعطيته، ولا طالبا إلا وفقته، ولا شابا إلا حصنته، ولا فتاة إلا سترتها، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك خير ولنا ولك رضا ولنا خير إلا قضيتها ويسرتها بكرمك وجودك أكرم الأكرمين. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفذ هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، ووسع على عبادك الصالحين. اللهم إن لنا إخوة في مشارق الأرض ومغاربها في سجون الظالمين، فرج اللهم كربهم وفك أسرهم. اللهم أحسن خلاصهم واجعل السجن بردا وسلاما عليهم. اللهم انصر من نصرهم واخزل من خزلهم. اللهم اقتل من ظلمهم ومن شردهم يا رب العالمين. رد المشردين إلى ديارهم آمنين سالمين مطمئنين. فك الحصار عن أهلنا في غزة وفي فلسطين. أبرم لإخواننا في سوريا وفي مصر واليمن وليبيا وكل مكان إبرام خير يا أكرم الأكرمين. اللهم دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير. نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. قوموا لصلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.